تالا دے پاک کلام نلکار نیا گندارن کو بورڈ دے ایگزیکٹو ممبر وسیم شاہد صاحب سے میں گزارش کرنا ہوں کہ اس دے تے تشریف لیاون تے تلاوت کلام پاک دی سعادت حاصل کروں جناب وسیم شاہد صاحب عظیم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم